يلاحق شبح الهدم أبناء المجتمع العربي، ولا تسلم أي بلدة أو مدينة عربية من آليات الهدم الإسرائيلية التي تقتحمها في جنح الظلام، وتعيث فيها خرابا ودمارا، وتأتي مدججة بقوات كبيرة من الشرطة. وفي بعض الحالات تضع السلطات الإسرائيلية المواطن العربي أمام خيارين أحلاهما مر بالنسبة له. فاما ان يهدم بيته بنفسه او ان يتكبد غرامات ماليه تقدر بمئات الاف الشواكل مقابل هدم منزله وفي غضون اسبوع واحد فقط شهد المجتمع العربي على هدم لمنزلين الاول في مدينه ناصره حيث داهمت جرافات الهدم محميه بعشرات الوحدات من القوات الشرطيه عماره مؤلفه من ثلاث طبقات تعود ملكيتها لعائله ابو جابر لتستيقظ العائله على مشهد الركام والحطام ولم تمر 72 ساعة حتى يضطر رحيب من مدينة طمرة على هدم منزله بنفسه كي لا يتكبد دفع غرامة تقدر بمئات آلاف الشواكل لا تقتصر السياسة الإسرائيلية بهدم البيوت العربية على هدم الحجر وحسب، بل تهدم أحلاما وطموحات وآمالا لعائلات عربية كانت تصبو للعيش بأمن واستقرار تحت سقف آمن، وبعد أن بذلت الغالية والنفيس وشقاء سنين طويلة لإتمام بناء البيت وما يترتب عن ذلك من تكاليف باهظة. لكن ذلك لا يدخل في حسابات اسرائيل التي باتت تصنف وفقا للعديد من المنظمات الدوليه كنظام فصل عنصري وهذا ما يتجلى واضحا على ارض الواقع من خلال سياسات هدم البيوت العربيه وتجريف الاراضي واقتلاع السكان الاصليين من اراضيهم وتقطيع اوصال العائلات العربيه وغيرها العديد العديد